لينيسياتيف دو جور. مرحبا بكم في الانيسياتيف دو جور. اليوم نحكي على حملة ميدانية تحسيسية وتوعوية لتأمين الوسط المدرسي واللي انطلقت منذ مدة واللي ينظمها المرصد الوطني لسلامة المرور. باش يعطينا كل تفاصيل المتحدث باسم المرصد الوطني لسلامة المرور سي مراد الجويني. سي مراد مرحبا، اهلا وسهلا بك. مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعين إكسبريس FM وشكرا على الاستضافة. شكرا لك سي مراد. من وقتاش بديتوا الخدمة على الحملة هذه؟ فاش تتمثل بالضبط؟ وين صارت الحملة هذه وشنو الهدف منها؟ شكرا. هي الحملات هذه انطلقت منذ غرة أكتوبر. طبعا الحملة هذه هي مخرج من مخرجات مجلس الأمن القومي اللي ينعقد بتاريخ 25 سبتمبر واللي معناها تتعلق فيه وإلى عديد المسائل من ضمنهم مسائل السلامة المرورية. طبعا على مستوى عديد الولايات واللي احنا معناها خذيناهم بعين الاعتبار وكنا موجودين فيهم. طبيعي جدا كنا موجودين في مرحلة أولى على مستوى ولاية تونس الكبرى واللي من خلالها هي زرنا عديد المدارس على غرار المدارس بولاية تريانة، كذلك بولاية منوبة، ثم في مرحلة ثالثة كنا موجودين في ولاية بن عروس. اليوم تدى يتواصل النشاط وفق معناها برنامج هذايا معناها أعدته وزارة التربية بالشراكة مع وزارة الداخلية واللي هو باش يكون برنامج على مدى سنة كاملة. معناها سنة كاملة معناها باش نشوفوا عديد الإشكالات على مستوى المدارس طبعا في عديد الميادين من ضمنهم الميدان تاع الوقاية من حوادث الطرقات، طبعا زاد من خلال العنف على مستوى المدارس، كذلك زاد ما ننساوش المخدرات واللي هي زاد بطبيعة الحال مواضيع معناها تنال يمكن السلطة العليا والأشراف تعطيه معناها أهمية كبيرة. طبعا الغرض هذايا تمت إحداث لجنة مشتركة بين هيكل وزارة الداخلية وكذلك هيكل وزارة التربية. الجدوى منها هي اتخاذ إجراءات ملموسة وطبيعي جدا باش تكون سريعة وتتمثل كذلك في توجيه رسالة طمأنة إلى كل الفئات المعنية على غرار الأولياء وكذلك التلاميذ والإطار التربوي إلى جانب المواطنين. طبعا في هذا الأساس تمت برمجة عديد الحملات الميدانية و اليوم كنا كذلك موجودين في حملات واللي انطلقت على مستوى عديد الولايات. على مستوى ولاية تونس كنا موجودين في العوينة، كذلك على مستوى ولاية نابل زادة كنا موجودين في زوز مدارس، كذلك على مستوى ولاية زغوان وولاية جابس. الحملة هذه فاش تتمثل؟ تتمثل في جزئين. الجزء الأول هو إعطاء بعض المدخلات اللي يقوم بها المرصد الوطني لسلامة المرور طبعا مع مكونات المجتمع المدني على معناها أدنى متطلبات معناها السلامة المرورية، سلطو معناها نعرفوا صغيراتنا وقت اللي يدخلوا للمدرسة، ساعاتك الانجاجمون، ساعاتك الجري يبدأ. دونك معناها حطيناهم على عدم الحصول في مثل هذه الوضعيات. طبعا هذا كذلك كانت هناك مداخلات على مستوى المكونات المجتمع المدني على غرار الهلال الأحمر التونسي، على غرار زادة جمعية سفراء السلامة اللي اليوم خدمنا مع بعضنا وغدوة زادة كذلك باش نخدم مع بعضنا في مدرسة أخرى واللي باش تعطي زادة رؤية أخرى إلى الفضاء المدرسي اللي هو باش يكون فضاء آمن. طبعا معناها زادة هناك في يمكن حبيت نسلك معناتها الخدمة هذه باش تصير على طول العام وهذا مهم برشا على خاطر ماهيش ظرفية ماهيش مناسباتية، معناتها خدمة على طول وباش يكون فما تقييم لها الحملة هذه. ما فيش شك احنا توا في نفتح الحملة دونك عملنا معناها يمكن على مستوى تونس الكبرى ولا على مستوى الولايات. تونس الكبرى عملنا أربعة حملات دونك الولايات معناها نتاع داخل الجمهورية. بدينا اليوم على مستوى بعض الولايات اللي هما نابل وزغوان كما قلنا قبيلة وولاية تونس. طبعا زاد كذلك باش نكونوا موجودين في عديد الولايات الأخرى والبرنامج هذايا معناها سطرناه معناها مع بعضنا كسوا هياكل وزارة الداخلية وإلا هياكل وزارة التربية. باش يكون برنامج شهري ثم باش تكون عملية زاد كذلك التقييم. وبالنسبة للبرنامج هو باش يكون على مدار السنة. علاش؟ على خاطر نعرفوا اللي العنف ضد معناها بعض أسد ولا في معناها فورتور بعض المؤسسات التربوية قاعدين نشاهدوا فيه وفي الحال الوحدات نتاع وزارة الداخلية قاعدة تقوم بالواجب نتاعها من خلال عديد الإيقافات وبطبيعة الحال على مستوى ترويج المخدرات نفس الشيء زاد كذلك قاعدين زاد نخدموا في عديد الحملات واللي من ضمنها صارت عديد الإيقافات وبالتالي معناها قاعدين نعطيه في بعض الدروس ولا بعض الملامح
حول معناها استهلاكنا للمادة هذه ومدى معناها تأثيرها على حياتنا المدرسية. ما فيش تكذب كذلك توجهنا إلى البيئة الأولى اللي هي العائلة المتمثلة في الأم والمتمثلة في الأب، وحول معناها إعطاء النصائح كذلك لبعض أولادهم ديزان ولا المتابعة هذا كذلك لوليداتهم، حتى نعرف وإحنا كنا ديفران ونعرف نحط أولادنا الصباح نروحوا بهم العشية، هذا الكل معناها معمول به في عديد العائلات. ولكن الشيء هذا يطلب منا في بعض الأحيان كوننا نزيدوا نعطيه أكثر حظوة لوليداتنا خصوصا في مثل هذه المواضيع. حبينا هذا كذلك نقولوا اللي وزارة التربية راهي هيكل الدولة الكل معها على غرار وزارة الداخلية، على غرار هذا كذلك وزارة التجهيز والأسكان، وعلى غرار هذا عديد الوزارات الأخرى حول معناها تنقية الفضاء المروري معناها من هذه الشوائب، وإن شاء الله معناها الفضاء هذايا الخليوة للدراسة وبطبيعة الحال الخليوة للتلميذ باش ياخذ هو أكثر معناها ضمانة في استعماله للفضاء المروري. هذا فيما يخص معناها المجال المروري. سي مراد جويني يعطيك الصحة، مشكور جدا المتحدث باسم المرصد الوطني لسلامة المرور، يعطينا كل هالتفاصيل المتعلقة بالحملة الميدانية والتحسيسية والتوعوية لتأمين الوسط المدرسي واللي انطلقت منذ مدة، خدمة باش تصير على كامل العام، مهمة جدا واللي حابين اليوم جوستومون نترقولها ونحكيو عليها في الانيسياتيف دو جور. الانيسياتيف دو جور.